تعال ناخد مرض تاني. الأمراض الوراثية بقى إيه تاني عندنا هنا؟ عندنا ده مرض اسمه أكانتروبليزيا. خلاص أكانتروبليزيا ده أو بمعنى أصح القزامة شوية. خلاص هو خلل جيني برضو، وهذا الجين جسمي سائد يعني بيورث ب50% من الولد، من الزوج والزوجة يعني. من الزوج والزوجة تمام، من الزوج أو الزوجة تمام. فبيكون عنده الأطراف بتاعته قصيرة، الجسم اللي فوق أطول شوية من الجسم اللي تحت، النص اللي فوق أطول شوية من النص اللي تحت. خلاص هو أنتوا كدكاترة تعرفوا النص الفوقاني طوله كام بنقيسه للجنين للطفل المولود يعني، تعرفوا هو جنين لسه بتعرفه برضه بالسونار وكده؟ لا 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 لا، بس هو ممكن يكون تم تشخيصه وهو في بطن الأم عن طريق السونار. السونار بتعرف سونار؟ بيقدر يعرفه بالسونار. تمام خلاص. فده بالنسبة للقزامة. يبقى هو التقزم اتقصر الجزء العلوي أو السفلي حسب الحالة اللي موجودة، حسب الحالة، والأطراف بتاعته بتكون قصيرة جدا، صوابعه هتلاقيها قصيرة جدا. خلاص هو حقيقي عيب أو خلل شوية في حاجة اسمها الكونكتيف تيشو أو الأنسجة اللي فيها اللي بتكون العظام دي. تمام. فالخلل ده للأسف بيكون بينتج عن وجود قزامة أو كسر. تمام. هما بيعيشوا حياتهم كويس جدا ومفيش أي مشكلة عندهم، بيكون بس الجمجمة بتاعتهم كبيرة شوية. خلاص. وبيكون عندهم كسر كامة، ولكن هم أذكياء ومعدل نشاطهم جيد جدا وأمورهم كويسة جدا. مفيش أمور على العقل تؤثر على النشاط العقلي مثلا أو الذهني؟ لا لا لا، ده هم أذكياء جدا جدا. ولا تؤثر عليه في الزواج فيما بعد يعني؟ ممكن يتجوز واحد قزم يتجوز واحدة مش قزم؟ بس هيبقى احتمال التوريث بنسبة 50%. حتى لو كانت هي سليمة؟ حتى أو لو كان هي عندها قزامة وهو عادي ممكن برضه بنسبة التوريث 50%. برضه. لان احنا قلنا جسم سائد. تنصحوا القزم يتجوز يعني ولا لا؟ يتجوز طبعا، يتجوز، بس طبعا لازم يعملوا تحليل جينيه طبعا للاطفال الناتجه عشان يبقوا عارفين الطفل الناتج. لا ده حقهم واذكياء جدا وناس منتجين جدا في المجتمع يقينا وجيدين جدا. ده منتشر يا دكتور القزامه؟ هو واحد لكل 40,000 طفل، نسبه قليله بس الحمد لله، قليله شويه اقل من الامراض اللي فاتت. ولكن يعني ايه، جزء كبير من المجتمع ومهمين جدا في المجتمع طبعا. عندنا في مرض. هل ممكن واحد سليم يتجوز واحده سليمه مش ما عندهمش القزامه ده والتقزم يخلفوا قزم؟ حي فعلا بيبقى تحور جيني ساعتها، وده قدر ربنا. وده يعني ده بتكتشفوه لو عملوا تحليلات برضو ولا؟ بنكتشفه لو عملوا التحليل يعني. مثلا عاوز اوريك صوره القزامه، هم بيبقوا كده بنفس المنظر ده. ده منظر التقزم، دي صورة حقيقية طبعا. بس ملوش علاج ده يا دكتور؟ لا لا ماليش علاج يمنعه. ولو هو لو كده ملوش علاج تعملوا له علاج جيني او تدخل جيني او لا؟ لحد دلوقتي ما ظهرش يعني. اللي بتولد كده بيفضل كده. بندلهم بعض الحاجات، في بعض الادوية بتساعد على قصة النمو شوية، زي هرمون النمو والحاجات دي ممكن تساعد على القصة دي شوية. انما بشكل عام ملوش، مفيش تدخلات مفيش طبية يعني. ماليش تدخل. هو للأسف يعني الوقت انتهى، ونكمل في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.